نورتهم. دي الحلقة الأولى من كورس الاستماع والنطق المستوى الأول للمبتدئين. أنت بتتفرج على أحمد أسامة، وفي الفيديو ده هنتعلم إزاي تنطق أحسن وتسمع بطريقة أفضل. يلا بينا. قبل ما نبدأ الفيديو عاوز أشارك معاك شوية نقط عشان أفهمك المنهجية اللي احنا هنمشي بيها في سلسلة النطق والاستماع. خلينا أسألك سؤال، أنت ليه ما بتسمعش إنجليش كويس؟ في ثلاث أسباب أساسية. السبب الأولاني أنك أصلا مش عارف معنى الكلمة أو الجملة اللي أنت بتسمعها بالإنجليش، وبالتالي لما تسمعها مش هتفهمها، أو أنت عارف معنى الكلمة أو الجملة لكن بتنطقها بطريقة خاطئة، وبالتالي لما تيجي تسمعها هتسمعها برضو بطريقة خاطئة أو مش هتسمعها فمش هتفهمها. فالنطق مرتبط بالاستماع، هتنطق صح هتسمع صح. أو ما عندكش مشكلة في النقطتين الأولى والتانية، لكن عندك مشكلة في النقطة التالتة اللي هي إيه؟ إنك ما بتسمعش كفاية. فأنت عارف معنى الكلمة، بتنطقها صح، لكن عقبال ما بتسمع الكلمة ديت بيكون الراجل أو المتحدث اللي بيتكلم بالإنجليزية قال بقية الجملة، لأن أنت عندك بطء في سرعة الترجمة. هما ما بيتكلموش بسرعة، أنت اللي عندك بطء في سرعة الترجمة وما بتسمعش كفاية. وعشان كده احنا في سلسلة الاستماع هنغطي او هنصمم الحلقة بطريقة تغطي لك التلات نقط دول. الكورس ده مختلف عن اي كورس تاني شفته او هتشوفه، لانه مبني على المنهجية دي. اتفرج على كل الحلقات، وفي نهاية الكورس هتحس ان الاستماع بتاعك اتطور كتير. ابتدي معايا بتسلسل الفيديو، وبلاش تقدم وبلاش تأخر. من اهم الاصوات في الانجليش اللي بتفرق معاك وانت بتنطق وانت بتسمع كمان بتأثر على الاستماع بتاعك هو صوت البي والبي. تعال ناخد امثلة وكلمات مع بعض. بورك بورك بورك، يركن تركن السيارة او حديقة، انما الكلمة التانية بورك بورك يعني الهوهوة بتاعت الكلب او الصوت اللي الكلب بيطلعه. باي باي، listen غمض عينيك. باي باي، الاولى فطيرة والتانية فعل بمعنى يشتري. بيج 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 بيج، الاولانية خنزير pig والتانية big كبير في الحجم. pill برشام اللي هو برشام الدواء، و bell اللي هي الفاتورة. تاني pill pill و bell. cup cup، الأولانية بمعنى كأس اللي بنشرب فيه مية أو حاجة، إنما التانية اي حيوان صغير، كلب صغير ممكن يقول عليه كب، قطه صغيره ممكن يقول عليها كب، and so on. كاب 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 كاب، الاولانيه كاب اللي هو الهات او الطاقيه اللي بنلبسها على راسنا، والثانيه كاب ليها اكثر من معنى، اشهرهم التاكسي اللي احنا بنركبه في الامريكان انجلش. التمرين ده مطلوب منك فيه انك تسمع وتحاول تحدد الكلمة اللي انت سمعتها بتبتدي او بتنتهي فيها، يعني بي ولا بي. يلا بينا. There are many ways to teach him how to park. How to park. انت سمعت بورك ولا بورك؟ Very good. It's pork. الجملة التانية. I'll bring you the bell. I'll bring you the bell. انت سمعت pill ولا bell؟ Yes, it's bell. Can you get a cab? Can you get a cab? انت سمعت cab ولا cab؟ Very good. It's cab. This pie makes my mouth water. Again, this pie makes my mouth water. Yes, it's pie.
دلوقتي هنسمع حوار ما بين أم وبنتها. الحوار دوت هيبقى فيه كلمات أنا شايلها، وأنا عاوزك تملى الفراغات دي بإنك تسمعني وأنا بقرأ الحوار بالإنجليزية. يلا بينا نبتدي مع بعض. Mom, I need you to give me a cap. What for? My birthday is coming up soon. أنت سمعت cap. Very good. Up. Okay, sweetie, but we have a lot of bills to pay. Again? Okay, sweetie, but we have a lot of bills to pay. أنت سمعت bills pay. عندنا فواتير كتير ندفعها. What do you mean, Mom? I mean, we can't afford a big one. أنت سمعت very good. Big. Whatever. What? Nothing. Okay. Did you park? No, ma'am. 'Cause I'll go to the beach with my friends. Park. Beach. Very good. خلينا نسمع الحوار كمان مرة مع بعض، والمرة دي أنا مش هحط الديالوج عشان نشتغل بقى على النقطة رقم 3 وهي سرعة الترجمة. احنا خلاص سمعناه قبل كده وفهمناه، عاوزين المرة دي نسمعه تاني بس من غير ما نقرأ. يلا بينا. Mom, I need you to get me a cap. What for? My birthday is coming up soon. Okay, sweetie, but we have a lot of bills to pay. What do you mean? Mom, I mean, we can't afford a big one. Whatever. What? Nothing. Okay, did you park? No, Mom. 'Cause I'll go to the beach with my friends. Very good. الهومورك هتبقى أسئلة على الديالوج والحوار اللي احنا لسه سمعينه ده. هسيب لك الأسئلة دي في أول تعليق على الفيديو، سيب لي الإجابات في التعليقات، والإجابات الصح هنشرها في أول تعليق في الفيديو القادم إن شاء الله. لو الفيديو عجبك شير ولايك. Thank you. وخلينا نشوفكم على خير.